اليوم بدي أعملكم سلطة زاكية. هاي المكونات: الحامض والبندورة والخيار ملفوف أحمر وفلفل حلو وخس وملح وجبنة ونعنع ناشف ونعنع أخضر وزيتون أسود وسمان وزيتون أخضر. هلأ منبلش. نجيب الخيار، نجيب الفلفل الحلو نقطعه قطع كبار هاي قطعناها قطع كبار نقطع كمان قطع نجيب الخس كمان الخس زاكي كتير انا بحبه كتير كتير قطعناه بنحطه بالشاط نجيب الملفوف الاحمر نقطعه نجيب النعناع الأخضر نرشه على السلطة نجيب الملح نحط الزيتون الأسود جيب الزيتون الأخضر هلا نجيب النعناع الناشف
الحل نحط الخل. سيب الشرطين نبشر الجبنة Yeah, that's cute.